النهارده وادي دجله عمل مؤتمر اتكلم فيه عن احدث خطط التدريب في عالم الكوره، واستضاف النادي في مؤتمره اكتر من شخصيه بارزه في الكوره العالميه. كاميرا ريمونتادا كانت حاضره النهارده في المؤتمر. تعالوا نشوف اللقاءات مع ضيوف المؤتمر ونرجع نكمل. First of all, thank to وادي دجلة for invite me. بيشكر وادي دجلة على الدعوة في الكورس ده. هو رئيس قطاع ناشئين نادي دينامو زغرب. نادي دينامو زغرب من أكبر الأندية في تطوير الناشئين وفي إبراز لعيبة للدوريات الكبرى يعني في أوروبا. بيتكلم إن هو بقاله أكتر من 8 سنين بيتبع أسلوبه ومنهجية مستر ريموند اللي هو المحاضر الأساسي للكورس. بيقول إحنا بنتبع أسلوبه في التدريب في نادي دينامو زغرب لأن هو في رأيه من أحسن منهجية التدريب موجودة، دايما مسندة بأحسن طرق يعني في التدريب والشغل. وبيقول هو برضو مستر ريموند هيروح النادي دينامو زغرب في شهر 5 و6 عشان يحاضر هناك يعني. Cairo it's 7 times bigger or 8 times bigger than whole our country. بيأكد ان النادي عندهم بيبقى مش مهتم بس بتطوير اللعيبه، لكن هو بيبقى مهتم جدا بتطوير المدربين. بيبقى مش تفكيرهم ان هم عايزين ينتجوا لعيبه بس، لكن برضه عايزين ينتجوا مدربين. بيقول احنا عندنا احسن مدربين. بيقول في كرواتيا تعداد السكان هناك ما يوصلش حتى ل 4 مليون، ده بيقول ده اقل من تعداد سكان مدينه زي القاهره. فبيقول احنا بنهتم جدا بتدريب المدربين، لكن اللي احنا دايما بنبص عليه مدربين حابه شغلها وحابه ان هي تشتغل مع الاولاد ودايما عاوزه تظهر في احسن سلوك وعاوزه ان هي تطلع احسن حاجه من اللعيب. الباقي هو شايف ان لو المدرب عنده الشخصيه دي بيقدر ان هم يشتغلوا معاه ويطوروا. Egyptian football from the outside. So I know a little bit about it. يعني عندي اخبار عن الكره المصريه لكن اخبار من بعيد. ما عنديش معلومات كافية ان انا اعلق على وضع الكرة المصرية. بيقول دي حاجة دايما الناس في الكرة مجال الكرة بتعملها ان هي دايما بتدي اراء من غير ما يبقى عندها معلومات كافية، وبيقول دي حاجة انا ما بحبش اعملها. لازم دايما الواحد يقول رأيه بناء على معلومات مؤكدة عشان يقدر يبني رأي كويس. تاني حاجة كان بيقول على انطباعه على الكورس ان هو كان احسن بكتير جدا من اللي هو كان متوقعه. بيقول هو بقاله اكتر من 10 سنين بيحاضر حوالين العالم، وعادة اول يوم في اي كورس بيبقى صعب ان انت تتوقع ايه اللي هيحصل، لان انت بتتعامل مع مدربين من جنسيات مختلفة بثقافة مختلفة. لكن بيقول النهاردة المدربين بتسأل اسئلة كويسة جدا ومدربين مهتمين، ودي دايما علامة كويسة قوي وحاجة بتبسطه. Well, obviously, if you give young players the impression. طبعا هو فاهم ان ممكن لعيب صغير لما توري له ايه اللي محمد صلاح بيعمله ممكن زي ما هي حاجه ملهمه وحاجه ان هي تشجع اللعيب ده، لكن في نفس الوقت ممكن حاجه تحبطه ان هو يبقى حاسس ان هو مستواه بعيد جدا عن ان هو يوصل لمحمد صلاح بيعمله. بيقول فعشان كده دور عشان يعني تطور لعيبه انت مش محتاج بس ان انت تنقي لعيبه كويسه، لكن محتاج مدربين كويسين يعرفوا ازاي ان هم ما يوروش بس المنتج النهائي او محمد صلاح بيعمل ايه، لكن لازم دايما برضو يوروا للعيبه الطريق اللي هم محتاجين يسلكوه علشان يوصلوا لنجاح زي ده. لو انا طلبت من اللعيب اللي عندي ان هو يبقى عامل زي محمد صلاح خلال اسبوع تقريبا اللعيب ده دايما يعني هيستسلم، لان هي مهمه مستحيله. لكن لو انا فهمت اللعيب ده ان هو قدامه 5 6 7 10 سنين عشان يوصل للمستوى ده، ساعتها الموضوع بيبقى تحس ان هو ممكن يتحقق بشكل اكبر. وبيقول في نفس الوقت ان انا بمهد له الطريق واحط له نجاحات صغيره في الطريق ده، ان اللعيب يحس ان انا كل ما يحقق نجاح يحس ان انا بقرب ان انا بعمل انجاز كويس. وبيقول دي الطريقه ان انت دايما تخلي الناشئ ان هو على الطريق ان هو يوصل لاعلى حاجه ممكن يوصل لها يعني. Yeah, me as a sporting director of the club, I'm basically very happy that they are here. بيشوف ان وجود محاضرين يعني بالمستوى ده في وادي دجلة بيقول دي حاجة مربحة جدا لكل الناس اللي مشاركة في الكورس ده. بيقول ان هو حضر كورسات للمحاضر من تقريبا 7 سنين. بيقول لكن حتى ده انا بيقول بحضر كورس تاني دلوقتي قاعد بسمع له وحابب جدا التجربه وبستكني من اللي انا بسمعه منه. بيقول عندنا مدربين كتير يعني مشاركين في كورس، يعني التجربه كامله من ناحيه ان في مدرب حضر
كندا وبيشتغل مع المصريين ان هو يحاول يوصل المعلومه برضو بشكل يعني على قد ما اقدر، فبيقول دي حاجه ايجابيه جدا للناس كلها يعني في النادي. Of course you I think you have so many you have 100 million people in Egypt. بيقول مصر تعداد سكانها فوق ال 100 مليون، فبيقول اكيد في محمد صلاح تاني موجود في حتة ما يعني، لكن ده بيحتاج نسبة الظهور ده بتزيد لما يبقى عندك نظام أو مناخ كويس للشغل مع الناشئين. بيقول احنا في وادي دجلة طبعا بنحاول نعمل ده من خلال تطوير المدربين وانتقاء اللعيبة. بيقول لسه الأسبوع اللي فات كنا في أسيوط، كان في اختبارات هناك مفتوحة يعني، بنحاول ندور على لعيبة كويسة ونشتغل معاها بشكل كويس. بيل دايما مهتمين جدا بالعملية التدريبية، بنصور التمارين كلها، بنحلل الماتشات بتاعتنا كلها، بنحاول ان احنا نطور في اسلوب تدريبنا يوم بيوم يعني، ونحاول ان احنا نطور كل حاجة من نواحي شغلنا. بس بيقول ده حاجة يعني نعمل كل ده عشان نوصل لنجاح معين يعني بإذن الله.